اوه تبغيني اشيلها. نايس والله. خلنا نروح نعنف ديفيد. ابلعي بس ابلعي. هلا والله يا اخي بالله بسألك سؤال يا صاح، ما تحس انه شيء ممل انك تدخل على اي يوتيوبرز السلام عليكم رجعنا لكم في كذا من والله سي انا صرت ترى والله بيني وبينكم انا كيوتيوبر بصارحكم صرت امل من ذا الموضوع يا اخي خلاص انتوا زي اخواني شايفيني ام شايفيني اليوم كل يوم بسلم على المهم دي بدين جرب بيلد اذا ما كنت حاطه لايك اتمنى تحط اللايك والله يا جماعه خير انتوا وساطير وربي 1000 لايك صار يا شيخ ايزي لكم هذا المقطع بنوصل 2000 لايك والله انا متخوف من سالفه ال 2000 لايك لكن باذن الله تعالى انتم اساطير وقدها بنوصل فليتس جو للبيلد وليد عندي لك بيلد العب كلاون والبركات سانتوفوبيا ونيرس كولينج وروين وبامبوزل والادونات الاحمر اللي يخليك تشيل بضربه واحده او ذاك الخايس الادون ذا ما دني عندني انا لازم تضرب السرفايفر بالعلبه نفسها عشان يجي اكسبود ويمديك تضرب بضربه واحده تزدحه في الارض والثاني اللي طول تاثير السم البنفسجي اوكي ما عندك اي مشكله ليتس جو ليتس جو ذا كلاون بالنسبه لموضوع سلسله نجرب بيلد انا مرتاح تدرون ليش مرتاح لانه المقطع اللي راح وريتكم كيف انا سويت بيلد صلحت البيلد معليش والحين في ذا المقطع راح اوريكم انه نجرب بلدين فراح يكون عندكم التجربتين وراح تصوتون بشكل مضبوط 100% عكس يوم اني مثلا اقول لكم وش رايكم اسوي كذا اسوي كذا وانتم اصلا ما شفتوا ذا الشيء بس حاليا شايفينه انتم زي ما تلاحظون مره سريع انا في ذا كلاون لكن زي ما قلت لكم الجوده بتشوفون الجوده عاديه بتقول لي هذه جوده موجوده في السوني سلام عليهم ليش كذا اوه ضبطوا الاغاني الصوت حركات والله عاد اني كنت مستمتع بدون صوت اي نعم انا ما اهتم للمطارد صوت المطارد كنت اهتم لشو اسمه ما ينفع انت ما ادري هل انت معك سبرينت ولا دار خلينا نشوف يلا دار ما معك دار دقيقه خليك على الارض انسدح المنقذ هو ديفيد كينج هو دي سي ديفيد زعلان طيب شو اسوي لك يا اخي والله يا جماعه الخير في بعض سرفايفل يا اخي اقسم بالله العظيم تحسهم ما ادري كيف يعني يزعلون كذا ليش لا تزدحني ضربه واحده بسوي جيس طيب انا شو اسوي لك؟ سلام عليهم نيه سبرنت ها؟ لا والله مو سبرنت ديد هارت ديد هارت لا بالانس ستاندينج اصبر اصبر انا احول شوي يعني انا احول 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 انسدحي بدك وصخ والله العظيم بدك وصخ يا ولد دولي فارمينج ألف يا حالاتها والله يقلبها الواحد عليكم تنلينج يوريكم ان الله حق والله يوريكم ان الله حق عشان تسوي فيها راعي بيجزا صح تعال تعال نو تعال هوبا تكفى يا حبيبي تعال تعال اجري وتعال تعال 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 لا تناظر لا تناظر تعال تعال بس تعال بابا الحين الخطة ايش يا جماعة الخير؟ والله الخطة ايش؟ راعي البيتزا ترى عندي ثانتوفوبيا خايس البيرك ذا سوي نفسي كذا احول ما في شوف انا يا شيخ انا ما في شوف يا صديق لم تزبط معنا طبعا هوبا انطعج خاطره وطلع من الجيم سوى دي سي دوايت انت معين من الله خير بيتزا والله يا جوعان يا ولد ما تجيب لي بيتزا ها تكفى زبطنا بيتزا ايه جيم ايزي يا ولد جيم الايزي لا تطولوا انهي بسرعه اقطع روسهم والله من جد والله ما ادري عليك خشم ما شاء الله اكبر من خشمي you
حتى الجيم عشانكم يا جماعه الخير، لانه صراحه الجيم قبل شوي صار فيه 2 دي سي، وانا تعرفوني ما احب اللي يسوي دي سي، وبالاخص لو واحد دي سي نمشي الوضع، لكن 2 دي سي وبدايه 5 نيترات فالجيم كان جدا مسخره. وصراحه الحين لو يصير دي سي ترى ما راح اعيد، معليش اعذروني يا جماعه الخير، لانه صراحه انا مو ذنبي اللي يسوي دي سي، انا مو ذنبي انه السرفايفل ما عنده ثقه بنفسه يلعب معي، فعشان كذا يسوي دي سي. يعني انا ماني داخل لك نيرس وداخل لك بيركات ضغط في النيرس وقاعد اتن لك في النيرس عشان اسوي دي سي، تراني ذا كلاون، وذا كلاون حتى ماني يعني ذاك المين كلاون. فنفس الماب عجيب والله، نفس الماب صح. فانا حاليا ابري ذمتي، انا مو ذنبي اذا احد سوى دي سي حاليا، اصلا حتى يمكن اخسر في الجيم والله، لو يعني يمسكون نفسهم السرفايفل ما يسوون دي سي ترى يقدرون يفوزون علي. والله اسرع شيء في الحياه الرشجن، ترى الرشجن ترى استراتيجيه جدا سهله، اي احد يجي يسويها، حتى في الرانكات العشرين الحين قاعد يسوونها صايرين. تعالي اوكي، الضربة الأولى بعدين الضربة الثانية كذا، بطئ الأولى والثانية تزدح عادي يا اخي، لا تتضايقون، ما تبغون الجيم حلو؟ ايش فيكم؟ يبغون والله العظيم، والله العظيم انا حلفت وانا على حلفاني ذا يمكن بتحاسب، والله في سرفايفل ما يحبون الكيلر المحترف، يشهد ربي، يحبون الكيلر انويبة اللي يطقطق عليه اللي يتمشى زي الحلاوة، اما لو واحد محترف لا ما يبغون واحد محترف، يبغون واحد حق طشطج، طشطج له طشطوجي. معليش انا مرة مبهور ترى، المسخرة قاعد تصير عشاني بس ازدحك بضربة واحدة. طيب عادي انا اجيك بلي الحين ومشي عليك الجيم كامل من شهر ضربة واحدة، يلا وش بتسوي؟ والله العظيم مو هياط، شفتوا مقطع تحدي العجلة، وهذا انا بوقتها ساحب اللعبة 5 ايام وقاعد العب في بلي كذا. انا تعرف انه كلاون يضيق الصدر لكن يا اخي عاد كذا اللعبة اسوي لك عاد، ما راح اتن لك انت، الحق الشايب. المسكين ما دافش يسوي. اوكي يعني اسوي نفسي اهبل واسحب عليكم ما ينفع. وثلاثه بعد لا نيرس كولينج، صح صح النيرس كولينج ممتاز. وات انا اسف والله، والله انا اسف، انا اسف جدا 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 اسف. البث ذا ترى جدا حلو، بالاخص اذا تكون وسخ شوي تطيح سرفايفر تضرب ضربه واحده كذا على الارض عشان تبطئه، بعدين الثانيه تزدف تنتفها صح عليه عشان تعطيه الوضع الاسطوري. نروح نهايه الماب نشرك كذا شرق شوي، انه واضح انه في واحد هناك. هي اتس جيمي او جيمس او ما ادري ايش اسمه اللي هو اسمه كذا. طيب زي ما اتوقع اني كنت رايح هناك والله. السلام عليهم، شغل جلدي جلدي يا صديق. هناك هناك بالضبط. اوه تبغى تلوب، طيب ايش فايده معك ديد هارد ومعك لايف؟ لا لايف لايف، انت ابو اللايف صح؟ تعال بس تعال 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 لحظي. اوه هذا ابو 1-0، لا ابغى هيئه جيمس. يب اصلا انا قلتها لايف، يعني كنت اتوقع نفس اللباس هذاك، بس هذاك ما شفت لباس هذاك وش كان؟ اذا قلنا الشايب، اوه اصلا هم ثلاثه. الله لا يبلانا بالغباء يا شيخ، الله العظيم الشايب ونيه وهذه بس يا وليد، ما في رابع، الرابع سوى دي زي وعشت خاطره ان زعلته. هذه عندك وحده هنا عشان نسهل الضربه الثانيه عليه ضحكه، اصلا ضحكته احس تقهر السرفايفل مره والله العظيم. تعال 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 تعال
مره مره البلد او بي مره مره او بي بزياده عن اللزوم او بي. على العموم ما راح اعرق على الاخير في 1 دي سي بلاقي اذا لقيته بشيله وبخليه يطلع من الهات، وفي حال ما لقيته طلع من الهات يعني اوكي طلع من الهات يعني كذا بسوي. اذا بيروح يسيف خليه يسيف براحته ما عنده اي مشكله. شايفين لو انا بمكان الحين اثنين ذولي ترى كنت يعني وقفت للكيلر وخليته يمسكني حرفيا. اربع جنيترات اثنين ميتين يعني انا ما ادري وش المغزى بالموضوع انك تطور الموضوع برضه. اوكي هي طلعت بوجهي بحاول اني اسوي كذا والحق الشايب اللي هنا بسبق لك على الدريشه. هي يا بابا يلا الحين نتركها على الحظ. حنا مسكتك ان شاء الله شيء كويس عشان انا اطلعك انا اطلعك مو تطلعين من نفسك. ما مسكتك اسمه يا وليد ليه ما تسوي صك طيب تسلحه في الارض تدورها. لا ما ابغى. طيب اذا لقيت الهاتش خلاص تطلع يا شيخ حرام مسيكينه. معاها لايف خطة تكتيكية اتكي جنب الباب عشان اقفل الهات وتفتح الباب وتطلع. يا ابو شباب ما ينفع كذا. انا اطلعك لا تخاف ما عليك يلا اطلع اطلع. رقمه يا رجل قلنه حق شو اسمه حق الكروت حقت المباريات يجي رقم 1-0 مدري ايش والله العظيم اقسم بالله 1-0-0-1 والله العظيم. العموم البلد صراحة 10 من 10 اعطيك اياها الزبدة باختصار 10 من 10. البلد كان جدا قوي كان كنت احس نفسي اني كذا احس نفسي ان ما ادري والله ما ادري كيف اوصفلكم لكن سهل فعليا. انا حسيت انه الجيم قاعد ادخلها سهله مع اني انا ترى العب بالكلاون وواجه صعوبه جدا لكن الجيم حسيتها سهله والله الصراحه. العموم هذا البلد قدامكم اللي حاب يجربه وهذا الرجال ما ادري وش قاعد يقول او الحين فهمت هذا قاعد يقول هذا شكله مين كيلر قاعد يقول انه انا دائما يوم العب بكلاون يجيني ذا الماب فعليا انا ذا الجيم والجيم اللي قبله جاي ذا كلاون فهو قاعد يقول نفس كلامي. وريد عندي لك بلد العب كلاون اوكي خلاص سوينا هذا حذف روح لي بعده. اوكي الكيلر هانترس البركات مونيتر اند بيوز بوب غاز ويزل هيكسروين باربيكيو الادونات الاخضر حق دي يخليك ترمي الهاتش بسرعه والادون الاصفر اللي يقلل الكول داون. نايس والله مع اني يا اخي دلت مع اني خلاص ليتس جو للبلد. والله يا جماعه الخير هانترس يا اخي متى بطل عاد تي في اللي دائما صاير زي ترو تالنت. ترو تالنت كل ما يدخل جيم اتس ا هارد جيم يعطيها وضعيه انه ترى الجيم صعب احتمال اني اخسر. انا فين صاير زيه والله يا جماعه خير هانترس انا ما اعرف العب والله يا جماعه خير ذكاء فيك والله جد ليش صايره تحدث انا ماني بالعاده ذي انا اكبر مهايطي 3000 ساعه كيلر ليش اخاف ليش مسوي بجلدهم والله لجلدهم استغفر يا ربي انا فليكسر العب كل الكيلرات يعني ليش اخاف فعليا انا العب كل الكيلرات صح انه ميني بلي لكن بلي ساحب عليه ترى حاليا فيها اوتو هيفن والله يا اخي ما اداني ذي المابات انا صاير يبغالنا كذا ماب كويس زي ذا جيم زي ماب كذا يعني في زوايا عميقة عشان الهاتش تجي 100% صح لا لا ما عليه بوريكم الحين الايم كيف تلعبون بس بالهانترس في تقطيع اللعبة من يوم نزل التحديث الاخير الفريمات عندي بوف كذا ينزل لين 100 وات ذا هيل شباب السلام عليكم لعبتكم 5 سنين يا شيخ استعوا وجيهكم ماكم عارفين تعدلون المشاكل اللي فيها اقسم بالله العظيم اخيس مطورين في العالم خلي الكلام يوصلهم والله تيفرات ما سووا وما ادري ايش وطولوا في الموضوع وغير كذا لوبي الكيلر يسوي كرييت لوبي يضل ساعه لين يدخل الجيم بيضل كمان ساعه ثانيه عشان يجونك سرفايفل راعين رواقان يبغون بنج كويس ترى شيء جدا يقهر. بتقول لي رانكي لا مو رانكي والله في ناس رانكات 20 يطولون مسخره اللي قاعد يصير والله يعني سوي فيها ذيبة قفل لك ام البلد عليش انا والله يعني احيانا الواحد هذا هنا واحد بتفلشني تعال فلشني اقسم بالله العظيم ذولي النوعية اوريك الحين هناك واحد
سبحان الله سبحان الله. اوكي اختفى يا عيال. شايفين اذا فرمها وانا هنا والله لا تنل تتنيله، بخليه يكره ام اللعبه معي حرفيا. اوكي والله لا عذبك، والله لا عذبك، لا خليك يا كلب تدخل جيم لحالك سولو ومسوي فيها ذيب ضد الكيرارات ذول الحمر. ترى الكيرارات الرنكاتهم حمر 90% منوب نظام. تنل 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 عنف 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 حمام. مشكلة ما معي بمبوزل بمبوزل، ما ينفع اصلا، ما يحتاج بمبوزل مع الهانترس. حرام تظهر ذاك. يلا سلام عليهم كلوديت. تعالي فرمي. يب فرمي. اوكي اوريك ثاني مرة عشان بس اوري ذي النوعية اللي يوم يجي تن الخوية وش يصير فيه. انتي تعاني. سيفو سيفو. اوكي سيفو. في واحد قاعد يحرقني يا رشت جن. حرفيا. في واحد بس ترى هذا الشغل ترى كله شغل راعي الورشه كلوديت رعيه الورشه. وين ال والله الجنراترات بعيده. هذاك بسحب عليه بمسك ذولي الثلاثه اللي هنا لانه خلاص هذاك خلهم يصلحونه ايزي. اوه تبغيني اشيلها. نايس والله. خلنا نروح نعنف ديفيد. ابلعي بس ابلعي. ديسايسف معاك تنقذك. والله معليش عشان تعرف ثاني مرة يوم انك تدخل جيم تحترم اخوياك. لانه اللعبة الجماعي هو اللي يفوزك. مو اللعبة الفردي. يا ابله. اعذروني يا جماعة الخير لكن ذي النوعية انا قاعد احاول اسوي لهم اعادة تأهيل في كل جيم ادخله. والله العظيم. خلاص انا حسيت نفسي قاعد العب اللعبة ذا ثلاث ساعة غباء. لا 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 اصير توكسيك ولا اصير شيء بالعكس. السرفايفل بعضهم يا اخي ما ادري ايش يحسون فيه. توكسك عليك وتيباب ويبغون الكلر ما يكون توكسك وتنل وسلاجر وكامبر. والله حرفيا انت يوم تنزل رنكات الحمر اذا ما تصير توكسك ترى ما تعيش. تنغث وتنفقع مرارتك ويصير فيك اشياء، يصير فيك سرطان ويصير فيك حمى والتهاب امعاء ويصير فيك جرب. حتى تدري وش الجرب؟ يصير فيك جرب منهم. والله العظيم ذي النوعيه لازم تكون زي كذا تلعب معاهم، لانك اذا ما تلعب معاهم زي كذا لا تفوز ولا تزعل. نسوي فيها الشريف ما تنفعك الشرفيه في شيء حرفيا. لا لا ها لا لا ها. ابلعي. 1-0 من بعيد. يلا روحي روحي هنا روحي هنا. يعني 360 الحين يعني بتمشي علي 360 حقك البيض. لا بس والله العظيم يعني ليه تسوون كذا؟ اصروا لنا بعد مره بعدين فرموا بعض. ما ينفع كذا ترى. سووا لي رش جن بعطيكم رش تنل. يعني تستقبل علي تسوي لي رش جن ما تسوي لك رش تنل. ما افوز.
طيبها الحين جيك عادي ما عندي مشكله الحين اذا سيفها جيك بلحق جيك من حقه الطبيعي انه يسيف. زيدر ذاك الاخير ما يرايح له انا بكمبر ذي ثلاث جنترات في حال ابغى افوز حرفيا في حال ابغى افوز لازم اكمبر ثلاث جنترات ذي ذاك البعيد ليش اكمبر له عشان يصلح واحد من هنا يصير عاد مسافه الجنتر الاخير بعيده عني فهنا انا كذا يوم اني امسك الثلاثه ذي اللي هنا ايزي يكون الوضع لي بالمسكه هذا اقل يصلح هذا صلحه ما عندي مشكله في الموضوع اما ذول الثلاثه اذا ابغى من جد امسك جيم والله غريبه سحب على 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 شو اسمه وراح على ذي ماذا هيل اها ثلاثه سرفايفل وذ ذا فريند الو صار شفته هناك صار هنا الو بيفير ما اقدر اجرك لو اني اذن مره بطيء انا بالهاتش ايه مع الهنتر سلوبون ها مع الهنتر سلوبون صح نسيت لانه هنترس ترون تلوبون اه عشان ما تصفقكم بلاتش عارف اشيني شوف شوفوا 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 ذي النوعية يا جماعة الخير هذه النوعية انا اسميها ما تستحق الرانك اللي هي فيه حرفيا هذه النوعية ما تستحق الرانك ابدا حرفيا في بعض كلابات مساكين ينزلون راسهم في الارض او يلفون يمين غلط ارفع راسك ارفع راسك بحد معين تشوف اللي قدامك وتشوف اللي جسمه عجيب والله يا اخي في بعضهم ما ادري يعني روحوا وصلحوا البعيدات انا اذا بمسك الجيم حرفيا في ذا البيت لازم شو اسمه اوكي جت سيف ما تبغى تسيف ليه ما تبغين تسيفين انا هنا انا هنا ليه ما تبغين تسيفين ليه ما تبغين تسيفين هذاك الجنيتر الاخير ما اعتقد انه ما تصلح ما ادري لكن الجنيتر الاخير ذاك اكبر غلط اني اروح له طيب يروح يسيف اوكي حرفيا ما ينفع الا كذا تلعب بدون كذا اكبر خسارة ليش انا التوكسيك في ذا الجيم زياده عن اللزوم حرفيا ترى ماني كذا انا يعني لو حرام يا دنيا مش كذا وما رميت واذ رميت ولكن الله رمى اه جيك راح يسار ميج كلوديت راحت يمين صح في صوت هنا على اليسار ايوه هنا هنا جدار نايس نايس وان كالعادة انا صاير اعشق لعبة الحظ علق واللي واذا لقى الهاتش يطلع واذا ما لقى الهاتش امسكه والله فعليا ما ادري ايش فيني احب لعبة الحظ اما اني اسوي سلق على نهاية الجيم عشان ذا لا والله خليه يلاقي الهاتش اللي لقى الهاتش طلع وان لقيت الهاتش انا ما راح اخليه يطلع احتمال اني شو اسمه انه هذا هو كلوديوس كانوا فاتحين ورشه الجماعه على الجنيترات يعني كانوا فاتحين ورشه وتصليح جنيترات شوفوا ذا ما صلحوا الى الان عجيب والله اني ساحب على امه كنت ابغاهم يصلحونه كنت ماسك الثلاثه ذي جنب بعض عشان اقدر العب صح فيهم اوكي لقى الهاتش امانه يا جماعه الخير طلب كل كير رانكو احمر كل سرفايفر تشوفونه قاعد يفرم خويه قدامك ما يستحي منك يجي يساعد خويه قدامك امانه تجلده تخليه يتنل وعنفه عشان يعرف انه غلط اللي قاعد يسويه. شوفوا الاجانب ترى ما يزعلون من التنل بالعكس يشوفون التنل جدا شيء عادي بس احنا العرب نزعل من التنل ما في شيء يزعلك ترى التنل شيء اساسي في اللعبه. لو انه غلط كانت اللعبه حذفته، لو انه غلط كانت اللعبه اعطتك باند عليه، لو انه غلط حتى الكامبر لو انه غلط كانت اعطتك اللعبه باند عليه، انا ما انصح احد يكمبر تضيع الجيم منك. اسلوب المنوبه بس تنل ما عندك مشكله والله العظيم حاطينهم حتى بلودي بارتي شوفوا كيف انا كريم يعني معهم على العموم كذا اكون وصلنا لنهايه المقطع اشكرك مع المتابعه البلد ذا صراحه جدا حلو لكن انا مع الحقد حقي ما قدرت اعطيه وزنيه صح لا تلوموني شيء طبيعي ترى كل انسان يصير فيه كذا اصلا اعرفكم ما تلوموني اي شخص يلعب اللعبه يعرف وش انا ليش سويت كذا على العموم هذا البلد صراحه عجبني مع اني ما استغليت كل البركات صح غليت بس الثلاث بيركات البوب جاز ويزل شوي فهيت عنه لكن صراحة بلد جدا حلو وصراحة الماب بعد ساعدني ماب اوتو هيفن ساعدني ما ادري اذا في مابات ثانية تصعب لكن شيء طبيعي اصلا مو كل الماب يعني راح ينفع معاك في كيلر معين
يعني في مابات راح تكنترك مثل ماب سوبرمان ماب سرفايفر 100% مثل مابات يعني في مابات ترى تكنتر بعض الكلرات. على العموم انا ما اقصد الهنتر سوبرمان لا تفهموني، اقصد الماب بشكل عام سوبرمان صعب على كل الكلرات، ما ادري ليش الماب ذا ما ادري ايش السبب، احسه انا بالنسبه لي اشوفه اصعب ماب. ما ابغى اتفلسف واجد لهنا نكون وصلنا نهايه المقطع، شاكر لكم على المتابعه، لا تنسون التصفيطات فوق على قناه التعجب بصوته شوفوا وش مكتوب وصوته، ما راح اتفلسف عليكم مثل بدايه المقطع. واذا عندك بلد حابب اجربه في سلسله تجرب بلد ازدح بلدك تحت في التعليقات، واشترك في القناه ما كنت مشترك وفعل زر التنبيهات يصلك المقطع اول باول. اللايك يا جماعه الخير اتمنى ما تحرمون من اللايك، اتمنى نوصل 2000 لايك في المقطع وانتم قدها باذن الله. وفي نهايه كل مقطع ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.